أسواق السلع وكذلك العملات. تنضم إلينا السيدة لينا قنوع وهي محللة أسواق عالمية في مجموعة إيكويتي جروب. أهلا بك لينا معنا على شاشة سي إن بي سي. بداية نتحدث عن المكاسب التي شهدناها على الذهب من جهة، وربما تشير التوقعات وتصورات المحللين هذه الفترة بأن التخارج من العملات المشفرة التي شهدناها سابقا هي لها علاقة مع عودة دخول إلى الذهب الذي يرتفع إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر ويستمر في تحقيق هذه المكاسب. إلى أي مدى هذه العلاقة موجودة بين الذهب والأسواق أو أسواق عملات المشفرة؟ نعم، بالنسبة لأسعار الذهب هناك عدة يعني عوامل مؤثرة على أسعار الذهب، سواء الطلب والعرض من قبل الصناديق المتداولة وصناديق التحوط، أيضا التوقعات المستقبلية حول رفع أسعار الفائدة، وأيضا إذا نظرنا إلى التضخم وأيضا القدرة الشرائية للنقد والبيانات الاقتصادية، كلها عوامل مؤثرة على حركة أسعار الذهب. إذا نظرنا إلى العامل سواء نحن نربط الآن على المدى القصير العملات المشفرة بأسعار الذهب، ربما هذا الكلام صحيح، فهناك من اعتبر يعني انه العملات المشفره هي كمخزن للقيمه وتعتبر كاداه تحوط، لكن بعد النزول الذي شهدناه بنسبه 50% على العملات الرقميه ربما يعني صار الحديث عن التداول في اصول اكثر امانا، ويعتبر الذهب هو الملاذ الامن. صحيح. الذي يعتبر اصل اقل تذبذبا او اقل من التقلبات الاخرى التي شهدتها العملات المشفره. يظهر انه الان يعني ما زالت نظرتنا يعني مستمره انه الاتجاه صاعد لاسعار الذهب، ويظهر انه المتداولين الذين كانوا ينظرون الى ان العملات الرقميه ستشهد ارتفاعا ولن تنخفض، بالفعل هي ارتفعت وشهدنا هذا الانخفاض، فالان يجب التوجه يعني نحو الذهب، ولاحظنا كيف بدانا من صناديق التحوط والصناديق المتداوله انه خروج منها تلك الصناديق الذهب للاستثمار في العملات الرقمية، أصبحوا يعتقدون الآن أنه أسعار الذهب هو الملاذ الآمن مع توقعات بارتفاع التضخم، ولن يقوم الفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بوقت مبكر، فبالتالي كلها أسباب داعمة للارتفاع. نحن عندما ربما نرى مستويات 1900 دولار ل 1920 مستويات مهمة، حتى نرى مستويات أكثر من ذلك 1950 ربما نتعرض لبعض لكن الاتجاه صاعد مع كل هذه العوامل عم تخلي اسعار الذهب نحو الارتفاع، سواء من الصناديق المتداوله سواء التوقعات ببقاء اسعار الفائده متدنيه حتى الصفر. نعم. بالنسبة لي كذلك لدينا علاقة الذهب مع الدولار، وهذه كنا شاهدنا تراجعات على الدولار الأمريكي الذي تدنى إلى أدنى مستويات في أكثر من 3 أشهر وما دون مستوى 90 في هذه الأثناء. ربما إلى أي مدى كذلك توجه وتوقعات توجه الدولار للفترة المقبلة، خاصة في ظل هذه التقلبات التي نشهدها، هل سيشهد مزيد من الانخفاض أو حنرتد عند من هذه المستويات؟ نعم، كما ذكرت الدولار الأمريكي عند أدنى مستوياته في 3 أشهر، طبعا هو كما سأذكر أنه أيضا من العوامل الداعمة لارتفاع أسعار الذهب. طبعا التراجعات أعتقد أن الاتجاه هابط سوف يستمر على الدولار الأمريكي. بداية نتحدث أنه العوامل اللي عم تأثر على تراجع الدولار الأمريكي هو إذا تحدثنا عن الارتفاع التضخم، لأن التضخم هو يعني يسبب انخفاض في القدرة الشرائية للنقد، فالمتداولين يبحثون عن أصول غير نقدية، وبالتالي إبقاء أسعار الفائدة متدنية حتى الصفر سوف تجعل الدولار ضعيف. وأيضا نحن يعني البيانات الاقتصادية سواء بيانات الناتج المحلي الإجمالي اللي ترقبه يوم الخميس، أيضا مؤشر التضخم بحسب البي سي اي الذي يعتبر من أهم المؤشرات التي نراقبها بشكل عام، يعني وهي مؤثرة على تحركات الدولار الأمريكي يعني التضخم، فبالتالي سيكون له طبعا تأثير على تحركات الدولار الأمريكي، فأيضا إعانات البطالة الأسبوعية. طبعا نريد بيانات اقتصادية
إيجابية تعتبر منطقية. هذه المنطقية يعني هناك تعافي وتوقعات بالنمو الاقتصادي سوف يدعم الأصول المالية وسيسبب انخفاض بالدولار الأمريكي، لأنه راح يكون هناك توجه لأصول غير نقدية لتغطية المخاطر وأيضا الممتلكات يعني لحماية المخاطر من الادخارات والممتلكات النقدية. فبالتالي بيانات اقتصادية إيجابية سوف منطقية سوف تكون داعمة لأنه يتجه الدولار نحو الاتجاه الهابط، وأيضا أن لا يكون هناك فقاعة في النمو الاقتصادي يعني في ارتفاعات النمو الاقتصادي، وأن لا يكون هناك تضخم مستدام. فالتوقعات عندنا لدينا 9.38، لو تراجعنا عن تلك المستويات فيستمر الاتجاه الهابط للدولار الأمريكي. نعم، نشكرك لينا غنوع، وأنت محللة أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. شكرا جزيلا.